ومرحبا بكم يا اساطير في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنتحدث قليلا على ألوك وسكايلر بعد التحديث. ليت شخصية ألوك انتهت تماما بعد التحديث، اقسم بالله الميزات اللي حذفوها منهم واللي ضافولها انتهت تماما، لكن شخصية سكايلر ستقضي على التحديث الجديد. ليت شخصية سكايلر، نفترضوا ان التحديث الجديد قادم اسطوري ومش عادي وكل شيء، لكن شخصية سكايلر ستقضي تماما وحتما وتحطم فري فاير وترجع بفري فاير للصفر. لكن ولاد قبل كل شيء ما نحبش نبدا الفيديو وانا مازلت ما شكرتكمش على 80,000 اخ واخت. ولاد والله شكرا لكم من القلب، لولا الله ثم انتم، يعني مستحيل اني اوصل للرقم هذا. المهم ولاد قبل ما نبدا هذا الفيديو ما تنساش تصلي وعني بمحمد عليه افضل الصلاه والسلام، لايك وفولو، وبسم الله نبدا. اوكي يا اساطير، قبل كل شيء خلينا نبدا بشخصيه الوك. كما تعرفوا ان قبل التحديث كانت تعطينا دائره طولها 5 متر، تعطينا 5 من الدم كل 10 ثواني، ووقت التهدئه ل 50 ثانيه. اما بعد التحديث صارت تزيد بالدم 3 لمده 10 ثواني، ووقت التهدئه صار 60. اقسم بالله تحطمت شخصيه الوك. والله الاولاد مانيش عارف كيفاش عملته غارينا الشيء هذايا، كيفاش نسيت اللي عمله الوك يعني سنه 2019، وكان رمز لفري فاير والاشهار اللي عمله، كانت يعني شخصيه اسطوريه ويحلم بها كل لاعب. واليوم انا شخصيا نضمن لكم انه شخصيه الوك ما عادش باش يلعب بها حتى واحد، على خاطر مجموعه الدم اللي كانت تزيدوا 50 وبعد التحديث باش تولي 30 و20 في الدم، انه فرق كبير. لكن الفرحه اليوم باش تكون من نصيب الكلاوات. اما الاولاد التغيير اللي باش يصير على شخصيه سكايلر، انه التغيير باش يكون ياسر خايب على الاخر. وهذه هي كما قاعدين نشوفوا شخصيه سكايلر قبل التحديث، هي تكسر 5 ثلجات ورا بعض في نطاق 100 متر، وقت التهدئه نتاعها 60، وتزيد 9 نقاط في الهاش بي يعني 9 نقاط في الدم على كل ثلجه تحطها. اما بعد التحديث صارت تكسر 6 ثلجات في نطاق 50 متر، ووقت التهدئه نتاعها 4 ثواني، وكل ثلجه تحطها تزيدك 60 في الدم. الاولاد المشكله يعني مش انها تزيدك 60 في الدم، ولا المشكله انها تكسر 6 ثلجات، لكن المشكل الكبير انه وقت التهدئه 4 ثواني. يا جماعه الخير تخيل انه العدو نتاعك كل 4 ثواني يكسر لك 6 ثلجات، والا انك اذا دمجت العدو يقدر انه يحط 3 ثلجات يتوصلوا لل 180 في الدم. يعني هذه والله حاجه غريبه ياسر على الاخر، يعني يقدر يعادل دمه لل 180 في اقل من 5 ثواني. يعني هذه حاجه باش تفرق ياسر في فري فاير، وانه بعد التحديث نضمن لك انه كل السيرفر باش يصير يلعب يعني كله بسكايل. الاولاد نحب نقول لكم انه غارينا غيرت في كل الشخصيات، يعني غيرت في المهارات نتاعهم بعد التحديث هذايا، وباش نكتشفوهم كلهم مع بعضنا يعني بعد التحديث. الاولاد وين نكون وصلنا لاخر فيديو، ما تنساوش تصليوا على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام، لايك وفولو، ملتقانا الفيديو الجاي، دمتم في رعايه الله. ويو.